استشهد 7 جنود من قوات الشرطة وأصيب آخرون في تفجير انتحاري استهدف مقرا أمنيا في محافظة عدن. وذكرت مصادر محلية أن حريقا هائلا شب في مقر البحث الجنائي بمديرية خور مكسر عقب التفجير الذي أعقبه مواجهة بين قوات الأمن والمسلحين المهاجمين. ودفعت قوات الأمن بتعزيزات كبيرة لها إلى موقع التفجير، فيما طوقت قوات أمنية أخرى الموقع بالكامل تحسبا لأي هجوم آخر قد ينفذه مسلحون. وأشارت المصادر إلى توقف الاشتباكات المسلحة في محيط المقر الأمني وسقوط قتيل من المهاجمين. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد أكرم البجيري، إعلامي وناشط سياسي. مساء الخير سيد أكرم. بداية يعني نريد منك أن تضع السادة المشاهدين آخر التطورات العملية الإرهابية، تفضل. في صباح هذا اليوم مع حلول الساعة 8 صباحا اقتحم عدد من المسلحين كانت تقدمهم سيارة مفخخة، اقتحمت بوابة البحث الجنائي ثم انفجرت في الحراسة الذين كانوا يؤمنون بوابة البحث الجنائي، ثم ترجل بعد ذلك عناصر من أولئك المسلحين ودخلوا يقتلون في أفراد البحث الجنائي حتى تمركزوا وسيطروا على إدارة البحث الجنائي. ثم بعد ذلك استدعت قوات الأمن وقوات مكافحة الإرهاب إلى مكان التفجير وطوقت إدارة البحث، ونشبت بعد ذلك اشتباكات بين أولئك المسلحين وبين أفراد قوات الأمن وكذلك قوات مكافحة الإرهاب، كذلك تسندها قوات من الجيش. يعني هناك المعلومات تشير إلى أن عددا من القتلى أو الجرحى تفوق العشرات، هناك عددا من الجثث لا زالت إلى حد الآن داخل مبنى إدارة البحث الجنائي، بما أن هناك المسلحين يتمركزون في أبنية البحث الجنائي، ولا زالت إلى هذه اللحظة لم تحسم المعركة تماما لأن المسلحين لا زالوا يتمركزون ومعهم عدد من القناصة في تلك المباني التي نعم. أكرم ما صحة المعلومات التي تتحدث عن احتجاز المسلحين رهائن من إدارة البحث الجنائي؟ بالفعل هناك المسلحين يحتجزون عددا من الأفراد الذين يعملون في البحث الجنائي وكذلك من السجناء الذين هم في البحث الجنائي، السجناء سواء كان من الرجال أو النساء ويتخذونهم دروعا بشرية، وهذا مما يصعب المسألة على القوات الأمنية وقوات الجيش اليمني في حكم المعركة حفاظا على أرواح هؤلاء الأبرياء الذين هم مديونون على قضايا جنائية في تلك السجون. نعم، يعني ما هي الإجراءات التي قامت بها القوات الأمنية؟ إلى حد هذه اللحظة الإجراءات المتبعة من قبل قوات الأمن هو السيطرة على محيط دائرة. نعم سيد أكرم، وحركة المواطنين حول ذلك المكان. نعم، يعني هذه العملية ربما موعدها أو الزمن أو يعني تاريخ هذه العملية تأتي بعد يوم ربما من الاشتباكات بين الحزام الأمني المدعوم إماراتيا وحراسة منشآت ميناء الزيت بعدن. هل من دلالات أو انعكاسات لتأثير ربما التأثيرات التباين في الأجهزة الأمنية والعسكرية على الجهود الموحدة لحفظ أمن عدن؟ المشهد بشكل عام في محافظة عدن يكاد يكون مشهد ضبابي غير واضح للرؤية تماما. الحكومة الشرعية غائبة عن العاصمة المؤقتة، هناك انقسامات حادة في أوساط الأجهزة الأمنية، كذلك هناك تعدد الأجهزة الأمنية أو تعدد الوحدات، وحدات الجيش والحزام الأمني وغيرها، هناك لا يوجد عملية تدير أمن هذه المحافظة والتي هي العاصمة المؤقتة للبلد. للأسف الشديد الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الداخلية لم تحسن الأمر في العاصمة المؤقتة عدن، وهذا مما أعطى هذه الثغرات الأمنية الكبيرة التي استغلتها تلك العناصر الإرهابية المتطرفة في الانبثاق منها والعمل على التفجيرات في هذه العاصمة المؤقتة. هنا يجدر بالإشارة إلى أنه ينبغي التدخل سريعا من رئيس الجمهورية لحسم المشهد في العاصمة المؤقتة عدن، وإلا نعم. فإننا سوف نشهد كذلك في الأيام القادمة في العاصمة المؤقتة أحداث لربما تعكر الصفو. نعم سيد أكرم البجيري الإعلامي والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك.